تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات وعروض ثقافتنا في أجازتنا، وذلك في مدينة راس البر، وتستمر الفعاليات حتى 26 من أغسطس الجاري وسط إقبال جماهيري كبير. وشهدت راس البر عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الفنية التي تعبر عن التراث والفولكلور برقصات من وحي البيئة البدوية. معنا النهاردة من في مهرجان ثقافتنا في أجازتنا صيف بلدنا رقم 3 للسنة الثالثة، بنقدم للجمهور عروض فنية لفرق مختلفة من فرق الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة. بنقدم كل يوم فرقة، احنا معاكم 3 أيام في الأسبوع لغاية آخر شهر 8 إن شاء الله بإذن الله، شغالين خميس وجمعة وسبت، بنسعد الجمهور والإقبال شديد والإقبال جميل، والفرق إن شاء الله عجب الجمهور بإذن الله. تتميز فرقة مطروح للفنون الشعبية بطابعها الخاص ولحنها وكلامها والحركة، بنقدم الفن البدوي المطروحي في تشكيله المسرحي الممسرح الاستعراضي، لأن الموروث يعني بيتكون من 3 أشياء، في موروث طبعا الحركي والقولي والموسيقي. الفرقة تأسست سنة 73، احنا جايين نعكس التراث البدوي على الجمهور. الفرقة بلفت جميع الدول العالم، وشاركنا في كذا مهرجان، ومهرجان إسماعيلية ومهرجانات دولية ومحلية. أنا حضرت الحفلة الخاصة بفرقة قصر ثقافة مرسى مطروح، قدموا نوع من أنواع الفنون التراثية الخاصة بمحافظة مرسى مطروح. بصراحة أنا بكون حريصة جدا على أن أنا أحضر النوع ده من المهرجانات، وببقى مبسوطة جدا.